واعلم أن التدبير مع الله تعالى عز وجل عند أولي البصائر، أصحاب البصيرة، عند أولي البصائر مش أي حد. واعلم أن التدبير مع الله تعالى عند أولي البصائر إنما هو مخاصمة للربوبية. اللي عارف ومتحقق ومن أولي البصائر على ما سبق شرحه في إسقاط التدبير، فالتدبير مع الله مع العلم بهذا والتحقق به مخاصمة الربوبية، وذلك لأنه إذا نزل بك أمر تريد رفعه أو رفع عنك أمر تريد وضعه أو تهممت بأمر أنت عالم أنه متكفل بذلك وقائم به إليك، كان ذلك منازعة للربوبية. نزل بك أمر، مرض، فقر، ابتلاء تريد رفعه عنك، أو تريد وضعه، تريد وضع أمر مال أو صحة أو غنى أو غير ذلك، اهتممت تهممت به، يعني اهتممت به وأنت تعلم أنه متكفل لك به وقائم به إليك، كان ذلك منازعة الربوبية. نعم، تقف لله تعالى على بساط الذل والعبودية وتطلب منه أن يرفع عنك البلاء والمرض وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله لك لرفع هذا البلاء، وفي ذات الوقت تطمئن وترضى بما كتب الله لك دون سخط ولا غضب، وإنما ترضى بما كتب الله لك وتصبر عليه وتعتقد في يقينك أن في ذلك مصلحة لك وأن الله ما أراد بك شرا أبدا وإنما أراد بك خيرا. رب إني مسني الضر، ومع ذلك في هذا الضر الذي مسني بحسب علمي وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر، وفي ذلك يا رب أنت أرحم الراحمين. تتيقن إن أنما هو قد أراد بك خيرا، وإلا كان ذلك منازعة للربوبية وخروجا عن حقيقة العبودية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كنش خصيم، مخاصمة ومنازعة للربوبية. ففي هذه الآية توبيخ للإنسان، توبيخ للمريد لما غفل عن أصل نشأته وخاصم منشأه وغفل عن سر بدايته ونازع مبدأه، وكيف يصلح لمن خلق من نطفة أن ينازع الله في أحكامه كيف، وأن يضاد الحق في نقده وإبرامه. فاحذر رحمك الله التدبير مع الله تعالى، واعلم أن التدبير من أشد حجب القلوب عن مطالعة الغيوب. ولذلك يقول في موطن آخر: الغافل يخرج في يومه وينظر ماذا سيفعل في يومه، والعاقل ينظر ماذا سيفعل به في يومه. فرق، الأول بيخرج هيعمل إيه ومصر ويعتقد أن عمله مرتبط بالنتيجة حتما وأن هذا العمل يجب أن يؤدي إلى هذه النتيجة مع الجزم وأن في ذلك خير له. أما العاقل فيخرج يأخذ بالأسباب ولكن ينظر ماذا سيفعل الله به في ذلك،
ماذا كتب الله له في ذلك؟ أن يسير بالأسباب سيرا شرعيا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله، مفوضا أمر النتيجة إلى الله تعالى، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فهو راض عن الله في سره وفي علنه، راض عن الله مهما كان من زمنه، راض عن الله فإن رضيت أرضاني وأكرمني، وإن لم أرضى فلن أغير الأمر أو أرتاح من شجني. هذه العاقل. وإنما التدبير للنفس ينبع من وجود الموادة لها، إنك بتود نفسك، ولو غبت عنها ووددت الودود كنت بوده موصول، ولو غبت عنها فناء وكنت بالله بقاء لغيبك ذلك عن التدبير لنفسك أو بنفسك. ما تدبرش لنفسك بنفسك، دبر لله بالله. تدبر إيه؟ لله بالله تعالى. لماذا تدبر لله بالله؟ ما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك، وما تعذر أمر أنت طالبه بربك. فالتدبير لله بالله غير التدبير للنفس بالنفس. ما تيسر أمر أنت طالبه بنفسك، وما تعذر أمر أنت طالبه بربك. وما أقبح عبدا جاهلا بأفعال الله غافلا عن حسن نظر الله، ألم تسمع قوله تعالى: قل كفى بالله، أليس الله بكاف عبده؟ فأين الاكتفاء بالله لعبد مدبر مع الله؟ ولو اكتفى بتدبير الله له لاقتطعه ذلك عن التدبير عن الله أو التدبير مع الله. فرق بين أن تدبر عن الله بعيدا عن الله لنفسك بنفسك، أو تدبر مع الله تشاركه في حكمه وتدبيره وقدره، وبين أن تدبر بالله تعالى وبتوفيق الله ووفقا لأحكام الله لله تعالى، مفوضا أمرك إلى الله عز وجل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علتوضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله